جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. الجبهة اليوم شكون فيها واللي موافق عليها؟ كل اللي اجتمعوا المرة اللي فاتت هم متفقين على انه اللي اجتمعوا المرة اللي فاتت لو بي ال والمشروع. لو بي ال والمشروع وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي حزب الثوابت ونداء تونس شخصيه مستقله ومصطفى كمال نبي. اي هذوما باش يوقعوا اليوم العشيه السته. لا احنا عمرنا ما قلنا مش نوقعوا، احنا قلنا قاعدين في مشاورات اوليه. شو مش يصير اليوم السته تاع العشيه؟ احنا سكننا لجنه صياغه المره اللي فاتت ومش نسمعوا شويه من لجنه الصياغه ومش نتفقوا اليوم على خطه عمليه لتوسيع المشاورات باش اكثر منكم من يدخلوا فيها. صحيح انه منظر الزنادي ونجيب الشابي جايين اليوم العشيه. لا ما توقعش، لكن هما قاعدين في الناس اللي قاعدين يتحدثوا معهم وبشكل جدي جدا. وتوا احنا علاش ما حبيناش نقولوا اتفقنا على شيء؟ ديما قاعدين نقولوا المشاورات جاريه، لانه المشاورات هذه الهدف منها ان احنا نعطيه الوقت الكافي لخير الكل باش يدخلوا في هالمسار هذا، لانه الهدف نتاعه هو التجميع. يعني احنا تو عندنا مده الناس كل تقول التشتت والاحزاب كل واحد حل حانوت وكل واحد حل مشكله. كنا نقولوا مش يجوا نجمعوا ثم ناس يطلعوا بحكايه اخرى جديده. احنا تو نقولوا التجميع مهم ومش نحاولوا نجمعوا الجميع. علاش تو؟ علاش تو سي محسن؟ مثلا قريت ستار بن حسين قالوا الله يتجمع مع سي مرياحي وسي محسن مرزوق ما يجيش وكذا، كتب حاجه. انا نقول له ستار بن حسين، انا نقول له رايي انا، نقول له انت شخصيه مهمه في الحياه السياسيه التونسيه، انا ادعوك ان نجمعوا مع بعض. هو سيدي الاساءه نتاعك انت نرد عليها بحسن. وكان طاهر بن حسين يخيرك بين هو ولا سي مرياحي؟ ما ثميش هذه، انا ما عادش قضيه علاقتي انا بيه، العلاقه هذه ولات ما يلزمناش نربطوها الموضوع فما منه الشيء هذا في البلاد. ما نربطوش في علاقه بين شخصيه، ما خاطر البلاد معناها تاخذ اللي انت قاعد تروج لها. علاقه مش بين شخصين، العلاقه هي اوسع من ذلك. انا اتعامل مع ما هو موجود في الساحه السياسيه. مانيش انا مش في امبورتي مش نستوردوا ناس. اي ما تم انه سليم مرياحي اليوم شخصيه مهمه سياسيه. فما البعض يشوف انه كارثه وضحت. الاتحاد الوطني الحر هو راهو لاني داخل باسم الشخصي لا داخل باسم الشخصي، هو داخل باسم حزب ولا داخل باسم حزب. هي ما الاتحاد الوطني الحر شكون قعد فيه في نهايه الامر؟ استقالات بالجمله، مكاتب سوسه استقال، محسن حسن استقال، ماهر بن ضياء استقال، انا اعتقد انه قضيه محسن بن حسن مربوطه اصلا خاصه بالعلاقه بالحكومه اكثر من الجبهه. هو خروجه من الحكم اي كان. لا لا هذا الموضوع تو لقينا شبهه الجبهه باش نشدوا في حاجه. لا هو البارحه وباش للامانه هو البارح قال عندي زوز اسباب، الاول خروج الاتحاد الوطني الحر من الحكومه واختياره صف المعارضه، الثاني الجبهات هكا قال. إيه هو علاش خاطر جاب هذه؟ إذا ناس ثم ناس قاعدين يعملوا فيها. لأنه شوفك أنت أقنعت تسليم أنه يخرج من الحكومة. هو لا ما تصورش هذه حكاية معنا حيدرك. خاطر احنا السياسة في تونس تحبوا ردوها كاينة قاعدة في قهوة وفلان عملوا فلان كذا. مش نعطيوها منطق. خلينا نمشوا. شو المنطق؟ المنطق أنه هناك غياب باختلال التوازن الآن في الساحة السياسية. باهي. إذا كانت تواصل انتخابات 2019 ستقدم لطرف سياسي واحد. طيب. اللي هو النهضة. تحبوا نخدموا في الموضوع هذا ونحضروا احنا باش نعملوا توازن ولا؟ اذا كان واحد عنده بديل يتفضل يا خويا قلنا عليه. احنا كل مره قلنا احنا شعار الحزب المفتاح، خرجنا مفتاح احنا حطيناه على الطاوله، اللي عنده مفتاح اخر يخرج يحطوه على الطاوله. اعطيونا افكار يا سيدي. احنا بادرنا يا سيدي اعتبارا احنا ما عملناش المبادره الممتازه، اعطيونا مبادره ممتازه. شنو قال نشوف في الساحه السياسيه؟ ناس قالت بادر وناس قالت تفرج. ويتفرج كل ما تقول يقول لك اي بو هي يتفرج يلبس عنده يعمل. دونك يا اخي اعطيني انت مبادره تو نتبع. اما اذا كان احنا قاعدين نبادروا وندعيوا للجميع، انا قالوا لي شكون من نداء تونس؟ قلت اللي يجي. قالوا سي حافظ، قلت له مرحبا به. سي منذر الزنادي، اي قلت سي منذر الزنادي مرحبا به، سي مهدي جمعه مرحبا به، سي نجيب الشابي مرحبا به، اي شخصيه سياسيه مرحبا به. سالونا قالوا لنا لا خاطر هذا للتوازن، تحطوا مع النهضه ما عملنا حزب واحد وفينا نرجعوا للحزب القديم. قالوا لنا هل تريدون انتم قياده الجبهه؟ ما خدنا نعرفوا انه هذا الموضوع الرئيسي في الحكايه شكون يقود؟ قلنا لهم لا نريد ان نقود. شوفوا شخصيه مستقله اللي هي شخصيه تكون طيب. محل توافق وتستقل. جوهرة اف ام.